اهلا بيكم معانا في موقع اوكازيون وفيديو جديد عن ايربود 12 المعدني الجديده، ايربود جديده حرفيا وشكلها تحفه. يلا بينا نبدا المراجعه، بس قبل ما نبدا المراجعه سريعا كده لايك وسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ورايك طبعا يهمني جدا في التعليقات اسفل الفيديو. ايربود جديده كليا شكل معدن زي ما حضراتكم شايفين، بتيجي بالالوان اللي موجوده على العلبه ديت، و نفتح مع بعض البوكس بتاعها ونشوف محتوياتها ايه. نفتح مع بعض، اول حاجة هنلاقيها السماعة ووصلة الشحن والكتالوج، وصلة الشحن والكتالوج. وصلة الشحن اللي بتيجي معاها اول حاجة وهي لايتنج سماعة، شكلها على الطبيعة يا جماعة، تحس انها معدن ولكن هي مش معدن، هي بلاستيك ومعدن مع بعض، بس شكلها لطيف. والسماعة طبعا من جوه نفس اللون، لونها تحفة يا جماعة على الطبيعة، اتمنى تكون الصورة واضحة. اول حاجة نتكلم عنها في السماعة ديت وهي انها بالكامل تاتش، السماعة بالكامل تاتش وبتنور معانا من القطعة ديت، النقطة دي بس يعني مش كلها بتدي نور، فدي ميزة برضو كويسة. التاتش بتاعها يا جماعة بيبقى من هنا كده عن طريق اللمس، تمام، بتشغل وتوقف الاجاني. البوكس بتاعها يا جماعة ماجناتيك، السماعات ما بتقعش منه اهو على الطبيعة. الشكل المميز اللامع، تحس ان هو معدن. بتشتغل ببلوتوث 5 وده حاجة كويسة جدا، تشتغل على اي موبايل اندرويد ايفون، اي موبايل في الدنيا فيه بلوتوث بتشتغل عليه. وزن البوكس 45 جرام، خفيف شويه وحلو، مش هتحس ان انت شايل سماعه. البوكس ده بيشحن في حوالي ساعه، يعني يشحن شحنه كامله، انت تشحن البوكس نفسه في حوالي ساعه. البوكس بقى بيشحن السماعات في وقت قد ايه؟ السماعات في حوالي ساعه ونص، من ساعه لساعه ونص برضه. طيب ناس كتير بتسالني يا جماعه يعني ايه البوكس بيشحن السماعات؟ بص البوكس ده هو باور بانك، عارف انت الباور بانك بتاع الموبايل اللي بيبقى معاك عشان لو موبايلك فصل شحن وانت بره، السماعات دي لو فصلت شحن وانت بره البيت بتحطها في البوكس هنا، والبوكس ده بيقوم بشحنها، البوكس ده بيشحن السماعه. طب لما شحن البوكس بيخلص بيعمل ايه؟ حضرتك بتوصله على الشاحن، الوصله بتيجي معاه الوصله دي كده لايتنج، فبتشحن بسرعه. وهي طبعا احنا بننبه ان المكان ده هو ما بيجيش معاه راس الشاحن، حضرتك بتشحنها على لابتوب او كمبيوتر او باور بانك، واوعى اوعى تشحنها على شاحن الموبايل بتاعك ال 5 امبير ولا ال 10 امبير ولا الكام وات ده، اي شاحن موبايل ما ينفعش تشحن بيه سماعات ايربود، تشحنها على اللابتوب او الكمبيوتر او باور بانك، او تجيب شاحن 1 امبير، وانا ما افضلش الحاله ده، انت تروح تشتري من محل موبايلات ليه التكلفه، لا حضرتك حطها على اللابتوب او الكمبيوتر هتشحن معاك، مش هتقول لك لا، وكمان هتحافظ على عمر البطاريه. وغير كده لما انت بتشحنها بشاحن ضعيف السماعه بتقعد معاك وقت اطول، السماعه دي بتفضل شغاله معاك، السماعات نفسها بتفضل شغاله معاك وقت قد ايه؟ حوالي من ساعتين لثلاث ساعات بشكل متواصل. حضرتك ممكن في السماعات دي تستخدم واحده بس وانت بره البيت، لو انت مثلا بتسوق عربيه او موتوسيكل او اي حاجه، طبعا خطر ان انت تبقى مشغل السماعتين مش هتبقى سامع حاجه في الطريق، فممكن تستخدم واحده، او لو انت عادي في مكتب او بتاع ممكن تستخدم واحده بس، الواحده دي تقعد معاك من ساعتين لثلاث ساعات وترجع تحطها في البوكس تشحن، وتاخد الثانيه، الثانيه برضه تستخدم من ساعتين لثلاث ساعات، يعني كده ممكن السماعه دي تقعد معاك ست ساعات بره البيت. طبعا لما دي شحنها تخلص هتكون دي كمان شحنت، ما هتقعد ساعتين هتاخد دي، فالبوكس هيكفي معاك، البوكس بيشحن السماعات من مرتين لثلاث مرات في اليوم. المدى بتاع السماعات دي لو انت في مكان مفتوح ممكن تسيب الموبايل على مسافه حوالي 5 او 10 متر مش هتقطع معاك، لو في مكان مفتوح، مكان مقفول بتبقى حوالي 3 4 متر ممكن تسيب السماعات وبرده الصوت مش هيقطع معاك، وتشتغل معاك بشكل كويس، هتديك الاداء كويس، حاجه كويسه جدا، ويكفي معاك يوم كامل بره في حاله ان انت شحنتها بالشاحن بتاعها بالوصله بتاعتها ديت على لابتوب او كمبيوتر او باور بانك مده كويسه، هتديك الاداء كويس، ما تشحنهاش على شاحن عالي، بكرر تاني ان انت لازم تشحنها على شاحن 1 امبير او على لابتوب او كمبيوتر، غير كده ما تشحنهاش على شاحن موبايل خالص. نروح بقى لأهم حاجة، ازاي تشغلها على أي موبايل. حضرتك هتفتح البوكس بالشكل ده وتطلع السماعتين، بص معايا كده هتلاقي الاتنين بينوروا معاك،
وواحده منهم هتفصل والتانية هتفضل تنور كده. اللي فصلت اللي هي اليمين دي عملت كونكت مع الشمال عشان الشمال دي لسه بتنور، فكده الاتنين عملوا كونكت مع بعض. وبعد كده هروح جايب الموبايل وطبعا بشغل فيه البلوتوث وبعمل بحث جديد كده، هلاقي ظهر معايا الاسم بتاع السماعة، تظهر باسم i12 زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هنا عمل تم التوصيل، اجراء المكالمات وتشغيل الوسائط ومستوى البطارية. برضو في بعض الاجهزة او الموبايلات بيبقى فيها تكة، برضو انت ممكن تدوس على الاي دي الاي نفسها كده، هتلاقي في اعدادات جوه انت ممكن تكون مش متعلم عليها لو السماعة مش شغالة معاك في المكالمات او الوسائط، فانت لو مش خضرة يبقى مش هتشتغل معاك، لو دول متعلم على مخضر كده خلاص هتشتغل معاك في المكالمات والاعدادات الصوتية كده هتكون شغالة معاك. الجهاز كده مقترن، واي حاجة هتشغلها على الموبايل هتشتغل معاك على السماعة. وكمان بعض الموبايلات بيقولك نسبة شحن السماعات، نسبة شحن السماعات مش شحن البوكس، البوكس ليه شحن خاص، وانت مجرد ما بتحط السماعات في البوكس هي بتشحن. لو لاحظنا حتى هنا مفيش زرار يشغل البوكس، هو مجرد نحط السماعات بتشتغل على طول وبيتم شحنها. طيب الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي دي، هل بقى كل شويه كل ما عاوز اشغل السماعه اعمل نفس الخطوات على الموبايل وعلى السماعه؟ لا، هي مره واحده. وكمان لما انت هتيجي تحط السماعه في البوكس كده اهو هتشحن وهيفصل اتصال على الموبايل. لو انا جيت شغلت الموبايل بالشكل ده دلوقتي كده، اول ما السماعه تبقى في البوكس اهي كده وقفلت، هاجي ابص هنا هلاقي فصل اقتران. بص مفيش علامه الاقتران موجوده في الموبايل من فوق. لو انا فتحت السماعه بالشكل ده كده وطلعتها من البوكس هيعمل اقتران تلقائي، انا ما عملتش اي حاجه. بص تم التوصيل. دي طبعا حاجه كويسه جدا ان انت مجرد ما تحط السماعتين في البوكس الاثنين مع بعض مش واحده بس، تحط السماعتين في البوكس هيفصل اتصال بلوتوث مع الموبايل والسماعه. مجرد ما تطلعهم تاني خلاص اللي احنا عملناه دلوقتي يا جماعه، خطوات التثبيت بتاعتها اللي احنا عملناها دلوقتي اتصال بلوتوث بتتعمل مره واحده بس مع اي سماعه جديده انت بتجيبها. بعد كده زي ما حضراتكم شفتوا التجربه، وتعالى نجرب صوتها في الموسيقى. انا كده مشغل السماعه، الصوت تقريبا واضح لحضراتكم. ده كده صوت السماعات. الاغنيه كده شغاله، اي سماعه منهم عملت كده وقف، السماعه التانيه شغل، السماعه التانيه تاتش زي ما حضراتكم شايفين كده، ودي حاجه جميله جدا. بس اهم حاجه وانت ماسكها او انت بتلبس السماعه تمسكهاش من فوق عشان التاتش هيطلع لك خدمات جوجل، يعني بتبقى حاجه مش ظريفه شويه. امسكها من تحت زي ما انا ماسكها كده، وصوتها زي ما حضراتكم سامعين. حاجه تانية بقى، الناس بتقول لي طب صوتها عامل ايه في المكالمات؟ صوتها كويس جدا في المكالمات، صوتها كمان كويس في لو انت بتسجل فيديوهات. طيب انا دلوقتي هسجل بالتليفون ده لانها معمول لها كونكت عليه، والفيديو اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي ده صوته من السماعه ومن التليفون ده. ده فيديو تجربه للسماعه انبوتس 12 او الاي 12، ده صوت السماعه في الفيديوهات وكذلك برضو في المكالمات. صوتها صوت المايك بتاعها كويس جدا زي ما حضراتكم سامعين، وانا بجرب بالموبايل اللي تحته لحضراتكم ومعمول لها كونكت على الموبايل. سماعة صوتها كويس جدا واظن الصوت واضح لحضراتكم. السماعتين بيشتغلوا مع بعض في المكالمات وفي الاغاني برضه، مفيش واحده يعني، في بعض السماعات بتبقى واحده بس اللي شغاله في المكالمات، لا الاثنين بيشتغلوا مع بعض في المكالمات وصوتهم كويس جدا والمايك بتاعهم كويس جدا. حاجه اخيره بالنسبه للشحن، هو دلوقتي كده البوكس السماعات فيه اهي، السماعه جوه اهي، والمفروض ان هو كده بيشحن بينور ازرق، حاول اوضحها لحضراتكم اهو. طيب وبالنسبة للشحن، لما وصله على الشاحن بالشكل ده كده، شاحن 1 أمبير او على لابتوب او كمبيوتر، المفروض ان هو بينور احمر ان هو كده بيشحن. برضو احاول اوضحها لحضراتكم اهو كده، البوكس والسماعات بيشحنوا، بس هو يشحن البوكس الاول وبعد كده يشحن لك السماعات، فانت هتسيبه على الشاحن
لغاية لما النور الأحمر ده يثبت، يبقى كده خلاص شحنت، كده شكلها وهي بتشحن. لكن مفيش زرار زي ما قلنا في الاي 12 اللي هي العادية البيضاء او السوداء او الالوان، بتدوس عليه يشحن السماعات. هي مجرد ما تحطها في البوكس بتشحن تلقائي. كمان مطلوبة من موقع اوكازيون هيديك معاها جراب سيليكون هدية، جراب تحفة ابيض او اسود، هما بيطلعوه هدية لمشتركين قناة اوكازيون دوت كوم على اليوتيوب. مجرد ما تكتب في الطلب في رابط الشراء اسفل الفيديو ان انت جاي من قناة اوكازيون دوت كوم، هيدي لك جراب هدية. Let me take you for a ride.